مرحبا أصدقائي، اليوم رح نتعرف على أهم 3 مواقع ممكن نختبر لغتنا الإنجليزية من خلالها ونستفيد. بداية، إذا عجبكم الفيديو فشكرا كتير، يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة ليوصلكم كل شي جديد. أول موقع معنا هو موقع كامبريدج. مثل ما ملاحظين الموقع كبير وبيضم خيارات كتير، منها مثلا تعلم اللغة الإنجليزية، الإكزام، نيوز، الأخبار بالإنجليزي وتدريب بالإنجليزي. الموقع شامل كتير، مو بس فيتنا نعمل فيه امتحانات، لأ فيتنا كمان نتعلم إنجليزي. بكفي نضغط على Teaching English ونروح على Test Your English. بياخدنا على صفحة هون محل ما بدنا نعمل الاختبارات. طبعا تنقسم لأربع أنواع من الاختبارات، مثل ما ملاحظين General, For Schools, Business واليونج. لكل خيار له أسئلته، مثلا أسئلة البزنس غير أسئلة الطلاب المدارس غير أسئلة الجنرال. طبعا احنا فينا نعمل الاختبارات بالأربعة، هي عبارة عن 25 سؤال وبعدها فينا نشوف الأجوبة وفينا نعرف وين غلطنا وين لا. اختبارات كتير كويسة. تاني موقع معنا هو الأهم، هو الموقع EFSET. هذا الموقع كتير رائع. طبعا روابط المواقع كلها رح تشوفوها بصندوق الوصف. إذا ضغطنا على Test Your English هو بينقسم لنوعين من الاختبارات. اختبار 15 دقيقة هو اختبار سريع، واختبار 50 دقيقة هذا الاختبار إذا نجحنا فيه بناخد معه شهادة معترف عليها دوليا. هو بيكون عبارة عن 50 دقيقة، بينقسم لصوت يعني استماع ومحادثة وكتابة. الاختبار كتير رائع وهو فري، كل الاختبارات هي مجانية. بنهاية الاختبار بناخد شهادة دولية وموثقة. هلأ بنضغط على Start the Test لحتى نفوت على الاختبار. طبعا هذا الاختبار تبع 50 دقيقة، مثل ما ملاحظين لازم نحن نسجل دخول بمستخدم كفيسبوك أو بحسابنا على جوجل لحتى ياخد معلوماتنا ونستفيد من الشهادة بنهاية الاختبار. الاختبار كتير رائع وكتير شامل، كتير بيفيدنا إذا كان عندنا مقابلة، إذا كان عندنا امتحان. هلأ الموقع الثالث معنا هو البريتش كونسل. طبعا يعني غني عن التعريف، هو موقع شامل، فيه كورسات أونلاين، فيه قسم خاص بالقواعد في البزنس إنجليش. يعني هو الموقع شامل، هو مو بس اختبار إنجليزي، لا الموقع كتير رائع للتدريب وللاختبارات بنفس الوقت. مثل ما ملاحظ فيتو يعني فيتنا نختبر حالنا بالسكيلز، بالجرامر، في بالفوكابيولري، بالبزنس انجليش. الموقع كتير كتير رائع وكتير بيفيدنا. هلا بالنسبه لاختبارات اللغه، هي عباره عن 25 سؤال مده بين 10 ل 20 دقيقه. بكفي نجاوب على الاسئله وبس نخلص تطلع لنا النتيجه. هذا كان كل شيء بالفيديو. إذا عجبكم فشكرا كتير، يا ريت تضغطوا على زر الاشتراك لتكبر القناة بوجودكم.